وأخيرا الأخ بيسأل عن اسم الله الأعظم، فهو قد ورد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة دعاء: اللهم إني أسألك بأنك الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إن دعا به أجاب. فاسم الله الأعظم موجود في هذه في هذا الدعاء، هو في سورة الإخلاص كما هو واضح من سياق. الله هي العليا، كلمة الله في سورة التوبة 40، تكررت كلمة الله في القرآن الكريم في كتاب الله 2699 مرة، موجودة كلمة الله في القرآن 2699. أرأيتم اسم الله الأعظم؟ أي اسم الله هو الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، إذا سئل به أعطى، كما ورد في عدد من الأحاديث. هذه المسألة وقع فيها الخلاف العلماء على عدد من الأقوال، منهم من قال أن اسم الله الأعظم لا يعلم، وأن الله عز وجل أخفى، كما أخفى ليلة القدر، وأخفى ساعة الجمعة، وأخفى الصلاة الوسطى، على خلاف طبعا في هذه كلها الثلاث وغيرها، ليجتهد الناس في جميع أسماء الله الحسنى. وهذا القول ربما يكون هو اجتهاد من بعض المعاصرين، لم أقف على أحد، على قول أحد من السلف قال به، والعلم عند الله، من عرف يعني يرشدنا. هناك قول آخر أن الله اختص من عباده، طبعا هنا يستدلون بحديث أن عائشة لما سألت أن تدعو ربها فقال ادعي، ثم قال اللهم أرشدها إليه، يعني على الاسم، فقالت اللهم إني أسألك بكل أسمائك الحسنى، وأسألك باسمك الأعظم العظيم الأعظم الكبير الأكبر، ثم دعت. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها وفقت إليه، إلا أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، وله جملة من الأسانيد يمكن أنضفها الذي عند ابن ماجه، وأيضا لا يصح، كلها أسانيدها ضعيفة. وبالتالي يكون هذا القول مرجوح، خاصة إذا رجعنا إلى قول من قال بأنه معين، اسم معين. هناك قول يعني لا تجده إلا في كتب الصوفية، من يقول أن هذا الاسم يعلمه بعض خواص خلق الله مثل الأنبياء والرسل وأولياء الله، لكن هذا القول يقولونه لأجل أن يمرروا قولا آخرا، وهو أن الولي أفضل من النبي، تمام؟ فقول مردود. ولكن الذي عليه عامة أهل العلم أنه اسما معينا، لكن اختلفوا في تعيينه، منهم من قال الله، منهم من قال الرب، منهم من قال الحي القيوم، ومنهم من قال الرحمن، وقيل غير ذلك. وإذا أردنا أن نتخير من هذه الأسماء أو غيرها اسما معينا هو الراجح أنه اسم الله الأعظم، ننظر إلى الأدلة التي وردت في ذلك. ورد في ذلك جملة من الأحاديث، ثم ممكن نضع هذه الأحاديث يعني بجوار بعض، ثم نبحث عن الاسم المشترك بين هذه الأحاديث، فإذا وجد اسما مشتركا فمعناه أنه هو هذا الاسم الأعظم. ورد في ذلك جملة من الأحاديث، حديثان في السنن. الحديث الأول حديث عبد الله بن يزيد الأسلمي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، إذا سئل به أعطى. طيب، هذا الحديث في جملة من الأسماء. الحديث الثاني حديث أنس، النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي ويدعو يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. إذا وضعنا هذين الحديثين بجوار بعض نجد أن هناك في تقارب في بعض الأسماء. طيب، طبعا لما يعني نشير إلى أن لفظة اللهم أصلها يا الله، حذفت الياء فعوضت بدلا عنها ميما في الأخير،
فيقول اللهم معناها إيش؟ معناها يا الله. ولاحظ أن في هذين الحديثين من الأسماء المشتركة اللهم اللي هو لفظ الجلالة الله. ورد أيضا في حديث آخر من حديث أسماء بنت يزيد أنه صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم في البقرة، وكذلك في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لاحظ الآن نقترب، يعني لو اكتفينا بهذه الثلاثة الحديث نجد أن الاسم المشترك بينها كلها هو إيش؟ لفظ الجلالة الله. ثم ورد أيضا حديث واحد لا إله وفي آل عمران، وهذا مر في حديث أبي في حديث أسماء ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي. وفي طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فإذا جمعنا هذه الحديث إلى بعض دلت دلالة واضحة على أن الاسم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو لفظ الجلالة الله. ثم هناك جملة من القرائن الأخرى التي يمكن أن تضم إلى هذه الثلاثة أو الأربعة الأربعة الأحاديث تدل على أن لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم. من ذلك أن اسم الله الأعظم هو من أخص أسماء الله، هناك أسماء لله عز وجل هي أخص من غيرها، لا يمكن أن يعني يسمى بها أحد. لفظ الجلالة الله والرحمن والرب بأل التعريفية، أما رب التي يضاف إليها شيء هذه يمكن في لغات العرب، وأضاف بعضهم الحي القيوم. فهذه بالذات الثلاثة الأولى هي أخص أسماء الله، ولم يسمى أحد في تاريخ البشرية بهذا اللفظ الله. ممكن كما كانت تقول العرب كانت تقول الإله، لكن لفظ الجلالة الله لم يقل به. وهذا يعني معنى هل تعلم له سمية، أي ليس له سمي يتسمى به اللي هو هذا الاسم اسم إيش؟ الله، فلم يتسمى به أحد. هذا واحد. الثاني أن لفظ الجلالة الله هو الذي أضيفت إليه جميع أسماء الله عز وجل، ولذلك قال ولله الأسماء الحسنى. لاحظ قال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فأضاف الأسماء إلى لفظ الجلالة الله، مما يدل على أن أعرف المعارف بالله الذي يدل عليه هو لفظ الجلالة الله. فإذا أضيف إليه فلا شك أن الموصوف أشرف من الصفة، فدل ذلك على أنه أعظم. كذلك أن لفظ الجلالة الله أنه استوعب إما مطابقة أو تضمنا أو ملازمة جميع أسماء الله عز وجل كلها، ولذلك قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو إيش؟ الرحمن الرحيم. شوف في أسماء الرحمة وصفات الرحمة. ثم قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر. لاحظ أسماء الغلبة والعزة والقهر أيضا تضمنها اسم الله الأعظم. ثم حتى أسماء الإنعام والفضل هو الله الخالق البارئ المصور، وأسماء الإمداد والنعم أيضا تعود إليه سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن الاسم الوحيد الذي يشمل ويتضمن جميع أسماء الله هو اسم الله لفظ الجلالة الله. لاحظ يعني في يمكن أن يقارن مع الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. ممكن يعني شخص يقول طيب هنا جاء اسم الرحمن مع اسم لفظ الجلالة الله، نقول أيضا حتى هذا لا يتدل على أن لفظ الجلال الله أشرف. أولا أنه قدم والتقديم يدل على أنه أشرف، ثم لأنه لو قلنا أنه الرحمن فإن اسم الرحمن لا يتضمن إلا الأسماء التي تتعلق بالرحمة والعطف والود وغير ذلك من الأسماء اللطيفة، بينما لا يتضمن الأسماء التي فيها الغلبة والعظمة والقهر
والقوة والجبروت يتضمنها؟ لا يتضمنها، لكن لفظ الجلالة يتضمنها. تمام. ثم أيها الإخوة، من القرائن أيضا أن أول اسم من أسماء الله عز وجل في كتابه افتتح الله به كتابه هو اسم الله، بسم الله. لاحظ، وإذا قلنا أنها آية مفصلة عن الفاتحة على قول من يقول بذلك، أيضا الحمد لله. وآخر اسم من أسماء الله عز وجل الذي اختتم به كتابه أيضا إيش؟ لفظ الجلالة الله، وأصله الإله. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إيش؟ إله الناس. هذا آخر اسم من أسماء الله عز وجل في كتابه. فأول اسم وآخر اسم يعود يعني يدل على اسم الله عز وجل، لفظ الجلالة الله. ثم أيضا أكثر اسم تكرر في كتاب الله عز وجل، لم يذكر اسما أكثر منه، هو لفظ الجلالة الله، تكرر أكثر من 1600 مرة أو قريب من ذلك. فالمقصود أن كل هذه قرائن تدل على أن لفظ الجلالة الله أنه اسم عظيم، والأدلة سواء من السنة أو القرائن الأخرى تدل على ذلك. شكرا لحضراتكم على مشاهدة الفيديو، وأرجو ألا تنسوا الإعجاب به والاشتراك في القناة.